السلام عليكم ورحمة الله كديري اللي بس عليكم عوش مبروكة بالصحة وبسلامة وبجميع ما كتمنوا كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي معكم تشكيله ديال المملحات ديال عاشوراء لذادين بزاف وساهلين في التحضير بعجينه وحده كنخرجوا منها عده اشكال على حسب المنسمات اللي بغيتو غادي نقترح عليكم ثلاثه ديال الاشكال اليوم ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وخليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير عندي ربع ديال الزبده ولا 250 غرام انا استعملت زبدة ديال العبار او لا زبده من اصل حيواني كتجي بنينه ربع ديال الفرماجات اللي كنفطرو بهم في الصباح الفرماج المثلث عندي جوج غرام ديال الخميره ديال الحلوه يعني الراس ديال المعلقه فقط معلقه كبيره ديال السكر سنيده هكا كيعاون لينا المملحات باش كيجيو محمرين وعندهم لون زوين معلقه كبيره ديال الحليب المجفف اللي نقدروا نستغناو عليه الا ما كانش كيعطينا المذاق والهشاشه عندي جوج معالق كبار ديال آه الموطارد اولا الخردل الملحه البزار كتبقى على حسب الذوق انا غنستعمل جوج معالق صغار عندي شويه ديال الهريسه كاس صغير ديال الزيت النباتيه كاس ديال اتاي وعندي كاس ديال الحليب اللي نقدر نعوضوه بالماء انا غادي نخلط ما بين الحليب والماء يعني غادي نبدا نعجن بالحليب ولا خصني غادي نكمل بالماء وبطبيعة الحال عندي كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلوى او الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات غادي نبدا نجمع الخليط ديالي غادي نبدا بالزبده فكما قلت لكم استعمل الزبده ديال العبار فكتجي بنينه كتعطي مذاق حسن لجميع الحلويات ديالنا ولا المملحات فايلا بغيتو تستعملوا الزبده العاديه ديال ديال العلبه فبامكانكم غادي نضيف 4 ديال الفرماجات الفرماج المتلدد اللي, اللي كنفطروا به في الصباح العادي تقدري تستعملي اي نوع ديال الفرماج عندك سواء المربع سواء المهم اللي متوفر تقدري تستعمليه فهو كيضيف في المذاق غادي نضيف الكاس ديال الزيت طبعا بالكاس الصغير ديال اتاي شويه ديال البزار تقريبا ربع ملعقه ديال الابزار وغادي نضيف المليحه تقريبا جوج ديال المعالق صغار وكتبقى منها على حسب الذوق كذلك الهريسه فانا عندي الهريسه ديال الدار بنينه وفيها نسمه الحرور فاستعملت ملعقه صغيره فما كيجيوش حارين ما نهائي نهائيا الحروريه للعجين لحقاش عندي كيلو ديال الدقيق استعملت فيه غي ملعقة صغيره فغير نسنا وصافي آه كذلك زدت جوج معالق كبار ديال المطار اللي كيعطي كي واحد المذاق للعجينه او للمملحات يا سلام فغادي نجمع كل شيء كما كتشوفون نحاول ندمج هاد هاد العناصر غادي نضيف كذلك الملعقه ديال السكر سنيده وغادي نضيف الملعقه ديال الحليب المجفف تقدروا تعوضوا هذا الحليب المجفف بالياغورت الطبيعي مسوس يعني الا استعملتوا ياغورت طبيعي مسوس تقدروا تحيدوا الحليب والحليب المجفف فهو كيعطي واحد الهشاشه وكيعطي مذاق للعجين لجميع العجائن بصفه عامه سينو الا ما كانوش متوفرين فكتعوضوهم بالماء فقط ما كاين حتى شي مشكل كيف ما شفتو ضفت هذيك الخميره للدقيق وغادي نبدا نزيدها على الخليط غادي نبدا كنضيف الدقيق غادي نبدا كنضيف بشويه بشويه انا هاد العبار ديال الزبده والزيت فدخل ليا تقريبا الكيلو ديال الدقيق كامل وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا غادي نزيد هذيك الكاس ديال الحليب اللي عندي كاس ديال العنبه فبالنسبه للسوائل ضفت هذاك الكاس ديال الحليب وزت ربع كاس ديال الماء فتقدروا تستعملوا الكميه كامله ماء او الكميه كامله حليب اللي آه اللي بغيتو بعد ما جمعت العجينه فكنحصل على واحد العجين رطب ومتماسك وفي نفس الوقت ما في اليد فضروري خص تكون العجينه رخوه ورطبه باش تنطع في الخدمه فغادي نقسم العجينة على ثلاثة فبالنسبة للشكل الأول أو لا الجزء الأول فنسمتو بالزعتر فتقطع لي التصوير وما رديتش البال فخديت واحد الكمية ديال الزعتر تقريبا واحد جوج معالق كبار طحنتهم أه وحمرتهم شوية في المقيلة باش باش يجيوني هكا ساهلين في الطحين وضفتهم للعجين وحاولت ندمجهم بالنسبة للشكل الثاني غادي نسمو بشويه ديال الحار تحميره ولا فلفله حمراء حلوه فبالنسبه للحار ضفت واحد ربع معلقه أو لا نص معلقه صغيره فما كيجيوش حارين بزاف غير نسيما صافي وغادي نحاول ندخلها في العجينه ديالي مزيان فوخا كندلكو العجينه فما كيوقع لها حتى شي حاجه وكتعطينا نتيجه مزيانه بالنسبة للشكل الثالث أو التنسيمة الثالثة فغادي ناخد المعدنوس واحد جوج معالق كبار ديال المعدنوس اللي قطعتهم ونيلتهم مزيان يعني يكونوا مقطعين مزيان وغادي نضيفهم للعجين وغادي نضيف معاهم العطرية ديال الكاري فبالنسبة لهاد العطرية راه متواجدة في السوق فهادو غير اقتراحات وتقدروا ديروا اللي متوفر يعني في العوض ديال الكاري تقدروا تستعملوا عطريه ديال الحوت أه تقدروا ديروا ديال الدجاج ديال الشوا ديال يعني تبدعوا في في التنسيمات أه كذلك تقدروا تستعملوا بودره البصل مع الفرماج تقدروا تستعملوا بودره الثوم مع الفرماج تقدروا تستعملوا اه يعني بزاف بزاف ديال بزاف ديال التنسيمات كاينين لكم الاختيار اقترحت عليكم انا هاد الثلاثه فبالنسبة لهاد الخلطة غادي نضيف ليها شوية ديال الخرقوم عرق أولا الخرقوم بلدي باش يعطيها شوية ديال اللون غادي ندمج فيها العطريه هكا باش توزع عندي في العجين كامل غادي نغطيهم بفيلم اليمونتير وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ما بين 10 حتى 15 دقيقه ونعاودو نتلاقاو باش نبداو نشكلوهم بالنسبه للشكل الاول خديت العجينه اللي نسمتها بالتحميره والهريسه غادي ليش لاصوصون باللوز فخديت غير واحد الجزء هكا باش ما تغلبناش العجينه طلقتها تكون رقيقه غادي ناخذ اللوز الرومي هذاك اللي كيكون كي صغير انا ملحته فكيجي احسن وافضل الا ما كانش ممكن تقدروا ديروا اللوز عادي بلا بلا ملحه غادي ناخذ اللوز وغنصفوه بهذا الشكل فوق العجين كناخذ الحبات ديال اللوز كنستفهم بهذا الشكل فوق العجينه حبه هكا حدا اختها بهذا الشكل وكنحاول نطوي عليهم العجينه كنضغط عليهم واحد شويه من الفوق ومن الجوانب باش كتاخذ ليا العجينه الشكل ديال اللوزه وكتثبت ليا فوق اللوزه كناخذ واحد المرشم ولا قطاعه ولا اي حاجه ممكن تستعملوها كنبدا كنقطعها بهذا الشكل هذا يعطيني الشكل ديال لي فالطريقه سهله سهله وواضحه وما فيها حتى شي صعوبه بالنسبه لطريقه باش ملحت اللوز كناخذ اللوز الكميه اللي عندي ديال اللوز كان نحاول نمسحها ونحيد منها الغبره كنحطها في واحد لاطه ديال الفران كناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الملحه او لا كبيره على حسب على حسب الكميه ديال اللوز كندوبها في واحد نص كاس ديال الماء حتى كتذوب مزيان وكنرش هذاك اللوز مزيان بهذاك الماء وكنحاول نغلفه بهذاك الماء المملح كندخلو الفران كيكون الفران منقوص على عافيه مهيله انا ما فتليهش 100 درجه وكنخلي هكا كي كينشف كي وكيتحمر مره مره كنحل وكنحاول وكن كان حاول نقلب هذاك اللوز حتى كينشف ليا من الماء وكيتلبس ليا بهذيك المليحه صافي وكنخرجو وكيكون واجد كنخدم به كما كتشوفوا عاودت معكم العمليه حطيت استفت اللوز غلفته بالعجينه حاولت نضغط عليه كما بان لكم بدلت المرشم او القطاعه فخليت انا هذا القليب اللي عندي هذا المرشم علاش كنقلب خديت هذاك الجزء الصغير ديالو فعطاني نتيجه افضل يعني تقطعت لي العجينه بشكل احسن وعطاني الحبات الصغيرين فالاول عطاني الحبات شويه كبار ما عجبونيش فكما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي قطاعه اي حاجه ممكن تخرج لكم شكل زوين على شكل لي شوسون اولا دائره تقدروا تستعملوها كما قلت لكم استعملت هذا القليب هذاك الجزء الفوقاني اللي فيه قطعت به وقضى الغرض فكما كتشوفوا الفرق ما بين الحبه الاولى والثانيه فعطاني الاولى شويه كبيره فانا فضلت الشكل الصغير غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه كامله ديال اللوز ونعاود نتلاقاو بعد ما الكميه كامله استفسرت العطاء اللي غادي تدخل الفران ديجا الفران مسخن من قبل خديت واحد البيضه ضفت ليها لاصوص تقدروا تستغناو عليها الا ما كانت ديفوغيش واحد النقيطه ديال الخل اولا لا شويه ديال الحليب واحد المعلقه ديال الحليب صافي كندهن هذوك الحبات ديال لي شوسون ديالي اولا المملحه بالخليط ديال البيض والصوجة فواحد الجزء من هذه المملحه غادي نسمو بالفرماج حمر محكوك فانا النص غادي ندير فيه الفرماج حمر والنص غادي نخليه عادي فغنحاول نأخد واحد الكميه ونحط فوق كل حبه بالنسبه للتزيين تقدروا تستعملوا اي حاجه متوفره تقدروا تخليهم غير هكا كيجيو زوينين سامبل تقدروا تضيفوا لهم كما درت انا الفرماج تقدروا ديروا لهم الحبه السوداء تقدروا ديروا لهم الزنجلان البافو اي حاجه فانا غادي نزينهم بالبافو والفرماج تقدروا تخليهم كما قلت لكم سامبل كيف ما درتوا ليهم غادي يجيو زوينين فكيبقى تزين اختياري على حسب المتوفر وعلى حسب الاذواق ديال كل واحد فكما كتشوفوا رشيت عليهم آه بذور الخشخاش اولا البافو فكيجيو زوينين وكيعطيو منظر مختلف حتى الزنجلان اولا الزنجلان البيض غادي يجي معاهم زوين المهم اللي متوفر وعلى حسب الأطواق آه غادي ندخل ديالي للفرن على درجه حراره مية ما نتعداهاش الفرن ديال ديال الضوء اولا الفرن الكهربائي الا كان الفرن ديال الغاز فحتى هو كنسخنوه وكنقصوه آه على عوينه أو على شميعه بالنسبه للشكل الثاني فخديت العجين اللي نفستموه بالزعتر خديت واحد الجزء هكا باش ما يغلبش عليا طلقته مزيان رقيق خصو يكون وخديت هذه القطعه ديال البيتزا وحاولت نشكل مثلثات قطعت العجينه على ثلاثة أو على شكل مستطيلات ومن بعد شكلت مثلثات اللي كتكون القاعده ديالهم صغيره يعني شحال ما كانت القاعده صغيره شحال ما الشكل كيجي زوين وهكا محيط طاق وصغير كنبدا كنشكل في العجين ديالي كنبدا من القاعده ديال المثلث كنبدا كنلوي بهذا الشكل هذا كيعطيوني الشكل ديال آه لي كرواسون فالطريقه ديالهم راه ساهله خاصك كل وحده يطلق يديه شويه وصافي كتبدا بسرعه كتشكلهم فكما كتشوفوا نحاولوا نشكلوا مثلثات تكون القاعده ديالهم صغيره يعني طوال والقاعده ديالهم صغيره باش هكا كيجيونا آه في الشكل ديالهم زوينين وكنبداو كنجمعوهم بهذه الطريقه وكيعطيونا شكل ديال لي كرواسون كيجيو رائعين بالنسبه للطياب فنفس الشكل المملحات خصهم يطيبو على العافيه مهيله اقل من مهيله باش كيتشمعو على خاطرهم وما كيجوش معجنين من الداخل فبالنسبه لهذا الشكل ديال الزعتر او لهذا الشكل ديال لي كرواسون فكياخد شويه ديال الوقت آه نديروا معاه الخاطر ونقصوا عليه مره مره هكا نقلبوهم باش يطيبوا لنا على خاطرهم بالنسبه للشكل الثالث او التنسيمه الثالثه اللي درنا فيها المعدنوس وبودره الكاري كيف ما العاده خديت جزء ديال العجينه طلقتها رقيقه خديت انا هاد اللاك اللي فيه هاد هاد السنينه تقدروا أه تستغناو عليه الا ما كانش غير باش كيعطي واحد الشكل المملحه صافي غادي ناخذ جراره ولا القطعه ديال البيتزا ولا موس اللي كان وغادي نحاول نشكل مثلثات فغنبدا في الاول نقطع على شكل اشرطه ومن بعد غادي نبدا نشكلها على شكل مثلثات تقدروا ديروها على شكل مربعات ديروها اصابع ديروا يعني الشكل اللي بغيتو نتوما عندكم الحريه الاختيار فكيبقى كل واحد الذوق ديالو كل واحد وشنو متوفر عنده شنو باغي يدير فغنقطعها بهاد الشكل وغادي ندخلها للفران حتى هي على عافيه مهيله حتى كتحمر وكتاخذ لنا لون ذهبي وكنخرجوها هذا هو الشكل ديال المملحات ملي كيطيبوا كيجيوا البنات اكثر من رائعين بالنسبه لشكل الشكل ديال اللوزه اولا لي شوسون باللوز ما تخيلوش شحال جبنين جا كيحمق جا ديالو رائع هذا الشكل ديال بالزعتر وهادو المثلثات ديال الكاري والمعدنوس فحتى هما كيديروا المذاق ديالهم زوين ومختلفين بالنسبه للشكل الرابع او الفقاس الحار فشاركتو معكم في فيديو بوحديتو غادي نخليه لكم في هذا الفوق وكذلك غتلقاو الرابط في صندوق الوصف فكيجيو رائعين البنات بالنسبه للثمن ديال البيع ديالهم في السوق كيتراوح ما بين 80 حتى 90 درهم على حسب المدينه وعلى حسب باش مخدومين هاد المملحات خصوصا الا كان فيهم اللوز فكيكون الثمن زايد شويه فعلاش لا ما نوضوش نحيدو العكز ونوجدوهم في الدار كيجيو لذادين لذادين شاركت معكم العجينه الاساسيه تقدروا تبدعوا تبدعوا في التنسيمات وفي الاشكال أه كيجي لذادين وجدوهم في عاشوره ولا في غير عاشوره أه كيزينوا لنا المائده ديالنا وكيضيفوا واحد اللمسه رائعه والمذاق كيجي روعه 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 ف كان هذا هو الفيديو ديال اليوم ما تنساش الا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي او القناه ديالي دعموني بالاشتراك وكذلك الضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد شكرا بزاف على المشاهده عليكم